ورحمة الله وبركاته، معكم تاني الشمري والمشارك الثاني في البحث دكتور ساهر بن مرهون الداودي. اليوم إن شاء الله سيكون عرضنا متعلق بالورقة البحثية المقدمة في هذا المؤتمر، المعنونة بأسلوب القصر في الحديث النبوي صحيح البخاري نموذجا دراسة هجائية. تتناول هذه الورقة البحثية دراسة البعد الحجاجي لأسلوب القصر في الحديث النبوي وبيان آلية اشتغالها في السياق القضائي من خلال التطبيق على المدونة اللغوية صحيح البخاري نموذجا، ذلك أن أسلوب القصر يعد أحد أهم الآليات البلاغية المستثمرة في الحديث النبوي القضائي، مع التأكيد على خصوصية هذا النوع من الخطابات الخائية الموجهة نحو تحقيق العدالة والإنصاف. نستعرض من خلال هذه الدراسة مفهوم الحجاج في المقاربة اللسانية التداولية وبيان مفهوم أسلوب القصر وبحث أبرز أدواته في المدونة اللغوية وتحليلها وفق معطيات مفهوم السلالم الحجاجية. بداية، يتصل الحجاج كما نعلم في بمختلف مقامات التواصل الإنسانية التي تسعى من خلالها الملفوظات نحو إقناع المخاطب فرداً أو جمهورا بتبني سلوكيات محددة أو تقبل آراء محددة ومشاركتها وحشد أصوات مؤيدة لجهة ما أو غيرها. لا شك بأن من أهم الأدوار التي يقوم بها الفرد في المجتمع هو الدور القضائي الذي يحتم ويستلزم فهما عميقا لمقتضى أحوال المخاطبين، بحيث يكون الخطاب بآلياته وأساليبه مطابقا لمقتضى الحال، ويكون ذلك مدعاة للتأثر والإقناع سواء كان ذلك على مستوى القاضي أو على مستوى المخاطبين. بداية، مفهوم الحجاج إذا أردنا أن نتناوله لغة فهو يراد به الوجه الذي يكون به الظفر عند الخصومة، وكذلك نحن عندما نقول بأن هذا رجل محاجج أي جدل ويكثر التخاصم. أما اصطلاحا فقد اختلفت مدلولات هذا المصطلح من مجال إلى آخر، فهناك المفهوم المنطقي والقانوني والفلسفي والمفهوم اللساني التداولي، وأخيرا ما يهمنا في هذا المقام هو المفهوم اللساني التداولي. هذه التعددية التي ألحقت شيئا من الغموض على هذا المفهوم إلا أن أكسبته بعدا شموليا للمعارف الإنسانية. فنجد مثلا عند أندرسن ودولفر يعرفان الحجاج على أنه طريقة لاستخدام التحليل العقلي والدعاوى المنطقية بغرض حل المنازعات واتخاذ قرارات محكمة والتأثير في وجهات النظر والسلوك، بينما يرى بيرلمان وزميله أن دراسة الفنيات والخطابية التي تسمح باستثارة انضمام العقول إلى الأطروحات التي نعرضها على موافقتها أو زيادهم في ذلك الانضمام هو المفهوم الموجز للحجاج. وقد أشار شوردور في تعريفه الحجاج إلى أنه نشاط يتضمن عدة أساليب، ولكن الذي يميز هذه الأساليب عن خصائص الخطاب الأخرى هو بالضبط اندراجها ضمن هدف معقل وأداؤها دور البرهنة التي يتميز بمنطق ما وبقاعدة عدم التناقض. نلحظ بأن جميع تلك المفاهيم تركز على البعد الإقناعي التأثيري للحجاج، بينما يجد طه عبد الرحمن بأن حد الحجاج هو كل منطوق به موجه إلى الغير بقصد إفهامه دعوة مخصوص ينص يحق له الاعتراض عليها. إن خلاصة هذا المفهوم تبين لنا بأن الحجاج آلية يستعين بها الخطاب الإقناعي للوصول إلى مبتغاه، فتتشكل من خلال ذلك عناصره الأساسية وهي خبر عن العالم يمثل إشكالا لشخص ما من حيث مشروعيته، وفاعل مقتنع أو ملتزم بهذه الإشكالية يسعى نحو البرهنة لهذا الخبر، وفاعل آخر مهتم بالخبر نفسه ويشكل هدف الحجاج، يتوجه إليه الفاعل المحاجج لاستدراجه نحو الاقتناع بالحقيقة، ويكون حينها بين خيارين قبول الحجاج أو رفضه كما هو موضح في هذه هذا التمثيل المدرج أمامكم. أما سلم الحجاجي فهو بأبسط صوره إقرار بالتلازم بين في عمل المحاجة بين القول الحق
الحجة ونتيجته. ومعنى التلازم هنا هو أن الحجة لا تكون حجة بالنسبة إلى المتكلم إلا بإضافتها إلى النتيجة، مع الإشارة إلى أن النتيجة قد يصرح بها وقد تبقى ضمنية. لا شك أن هذا المفهوم يبرز قيمة السلالم الحجاجية بوصفها أداة نستطيع من خلالها إخراج قيمة القول الحجاجي من حيز الخبر إلى حيز القول، أي لا يمكننا الحكم على تلك القيمة بالصدق أو الكذب. وقد تناول طه عبد الرحمن والشهري مجموعة من ضوابط التداول الحجاجي كشروط التداول اللغوي التي تناول فيها طه عبد الرحمن شروطا نطقية واجتماعية واعتقادية وإقناعية، بينما تناول الشهري ضوابط التداولية التي تمكن الخطاب من تحقيق غرض الإقناع، وهي يعني نمثل لها بأهم النقاط، وهو الارتكاز على الثوابت الدينية والمعرفية، مرجعية الدلالة، موافقة العقل، الاشتراك في المعارف المشتركة، مناسبة العقل للسياق حتى لا يكون خطابا واهنا، والخلو من المغالطة والإفهام، إلى جانب توظيف مفاهيم أفعال اللغوية. لا شك أننا حينما نتناول هذه المفاهيم في مقام الخطابة القضائية فنحن نكون أمام عناصر رئيسية ثلاثة: المتكلم وهو الخطيب، والمقول وهو الذي يعمل فيه القول، والسامع وهو إما المناظر أو حاكم أو من يراد إقناعه. قد قسم أرسطو القول الخطابي إلى ثلاثة أجناس: مشوري ومشاجري والتثبيتي، وجعل الخطاب القضائي خطابا مشاجريا يرتبط مقامه بمبدأ الاتهام والدفاع. ولا شك بأن مقام الخطابة القضائية يهتم بالأحوال النفسية والاجتماعية وكافة الظروف المتصلة بالمتخاصمين للتأكد من صلاحية الدعوة والتداول. ونحن حينما نتناول الحجاج وبعده في الخطاب القضائي فنحن نكون أمام أطراف عملية تواصلية محددة، هي القاضي والخصوم. فالقاضي ينبغي في خطابه تحقيق الإنصاف ونبذ الجور، بينما يلتمس الخصم السمات القاضي للقبول بالترافع عن الدعوة والحكم فيها بما يرغب أو بحسب العدل. إن أسلوب القصف في الحجاج النبوي أو القضائي يجعل المتكلم قاضيا يوجه خطابه ويسوقه ليدل على حكم خاص تكون صياغته واضحة للدلالة على مضمون هذا الحكم. ولا شك أن هذا التوظيف يجعل الخطاب يؤدي نتيجة واحدة هي بمثابة الاختزال، فهناك العوامل التي غالبا ما تكون في شكل وحدات صرفية تغير هذه الوحدات من قسم الحجج المرتبطة بالجملة المنشودة إلى الملفوظ، تجعل المتقبل ينصرف إلى نتيجة بعينها غير واقع في الاستلزامات اللاحنة حجاجيا. ومن هنا تظهر قيمة العامل في الحد من الخموض وتخصيص المفهوم وتحديده. لا شك بأن هذا المفهوم يقودنا إلى لماذا يوظف أسلوب القصر في الحجاج. فالبلاغيين مثلا عرفوا القصر بأنه تخصيص أمر بآخر بطريقة مخصوصة، ويقال أيضا إثبات الحكم المذكور ونفيه عما عدا. أما طرق القصر في البلاغة فهي تستخدم طرق كثيرة، أهمها طريقة إنما، والتي سوف نقتصر أو تقتصر الورقة البحثية بعرضها تجنبا للإطالة، وهي في مفهومها تتضمن صورة النفي والاستفهام. لعل من أهم النماذج في الخطاب النبوي القضائي نموذج المخاصمة في الباطل، يروى عن أم سلمة رضي الله عنها أن الرسول صلى الله عليه وسلم قد سمع خصومة بباب حجرته، فخرج إليها فقال: إنما أنا بشر وإنه يأتيني الخصم، فلعل بعضكم أن يكون أبلغ من بعض، فأحسب أنه صادق فأقضي له، فمن قضيت له بحق مسلم فإنما هي قطعة من النار فليأخذها أو يتركها. نلاحظ في هذا الحديث تكرار استخدام إنما، وهذا الاستخدام لا شك أنه جاء لبيان معنى أو لتوضيح معنى في المخاصمة بالباطل، حيث
دخلت إنما لتوجه الملفوظ نحو نتيجة معينة، هي أن الرسول صلى الله عليه وسلم ليس ملكا، فأفادت إنما قصر الموصوف على الصفة لتمضي عليه أحوال البشر وأحكامهم من السهو والنسيان والخطأ والجهل ببواطن الغيب إلا ما اطلع عليه أو ما أطلعه عليه الله تعالى. وهذه من صور القصر الإضافية باعتبار حال المخاطب من الصدق والكذب، حيث قد يعتقد المدعي حين يتحاكم إلى رسول صلى الله عليه وسلم الموصوف بأنه يتصف بصفة أو أكثر من العموم مع هذه الصفة المقصور عليها، وهي صفة البشرية، كأن يكون عالما للغيب مطلعا على ما في الصدور. إلا أن دخول إنما على الجملة أكسبت الخطاب طبعا حجاجيا موجها، حيث نقل الخطاب من مستوى الإبلاغ والإعلام وهي الوظيفة الإعلامية إلى مستوى آخر يناسب السياق القضائي لهذه الدعوة، الوظيفة الحجاجية. فأصبحت الجملة الواحدة جملتين بحسب السلم الحجاجي تفيد القلب والخلاف، أنا بشر لست أعلم الغيب كما تدعي. فإذا افترضنا غياب إنما نجد أننا أمام استرسالات عديدة متعلقة بالخطاب، أنا بشر ولا أعلم الغيب، أنا بشر وأملك صفات الملائكة، أنا بشر ولا يلحقني الخطأ، أنا بشر ولا أنسى، والعديد من الاسترسالات الأخرى. إلا أن دخول إنما ساعد في أن يجعل هذا الخطاب خطابا موجها نحو مستوى حجاجي محدد، هو إنما أنا بشر ولا أعلم الغيب، مستبعدين الاسترسالات الأخرى التي لا يراد بها أو لا تخدم مفهوم الخطاب أو السياق الذي ورد فيه الخطاب. وقد استكمل حديثه وقال إنما هي قطعته من نار فليأخذها أو ليدعها، حيث احتملت العبارة بفضل اندماج دلالة القصر والتشبيه البليغ كثافة مجازية تدعو إلى اجتناب هذا الإثم العظيم عبر تصوير مشهد الاعتداء أكل أموال بالباطل وعاقبة الأمر النار وبئس المصير. وتجسيد هذا الوعيد في هذا السياق يجعل الحجاج يسلك مسلكا تربويا أيضا، يدفع المخاطبين لإيقاظ الضمير، لأن بعض الدعاوى القضائية الخلافية لا يحسن معها استنباط الحكم إلا باجتهاد القاضي، واجتهاد القاضي قد يلحقه الخطأ، فكان من الأولى أن تربى النفس الإنسانية على كراهة الاعتداء دفعا لمثل هذه النزاعات غير الباينة. هناك أيضا نماذج أخرى من الخطاب النبوي القضائي قد لا يسعنا الحيز المخصص لشرحها وبيانها، كانت تتعلق بالفصل في دعاوى الأسرة، كذلك الفصل في دعاوى الحدود، أيضا التعامل في دعاوى الاعتداء على أملاك الغير. جميع أو البحث بشكل عام حينما تتبع صور إنما وورودها في البعد الحجاجي في الحديث النبوي القضائي توصلنا إلى عدد من النتائج، أهمها أن تناول الرسول صلى الله عليه وسلم أسلوب القصر الحجاجي في سياق التقاضي جاء بصورة محدودة على سبيل إيجاز ملفوظ قاعدة الحكم أو تأكيدها عبر بيان العلة، كما أن استخدام أداة القصر إنما في الحديث النبوي القضائي في مختلف الدعاوى جاء على صورة متنوعة، حيث تناول فيها موضوعات دعاوى الأسرة والحدود والشفاعة في المصالح الإنسانية وتقرير الآداب والجرائم الموجبة للعقاب. كما أن أسلوب القصر عندما ورد في هذا السياق جاء مركبا، بحيث تضافرت تلك الأداة مع أدوات لغوية أخرى وأساليب إنشائية وطلبية متنوعة لتأكيد الحكم القضائي ومشروعيته، كاستخدام الأمر والتعجب والاستفهام والتوكيد. إضافة إلى أن هذا الأسلوب كان ناجحا في استثمار الحديث النبوي القضائي، لأنه ارتبط معنى القصر بمعنى الإقصاء المستلزم وفق معطيات أو مقتضيات سياق التقاضي، من أجل إلغاء جميع الاحتمالات الخطابية التي من الممكن أن تتسبب ببطلان الحكم الشرعي أو القانوني. يأتي عرضنا هذا الموجز كي نشير أو نسلط الضوء على أهمية مثل هذه الدراسات التي توظف لنا البعد الحجاجي في الحديث النبوي القضائي، وهي من الأبحاث التي ندعي بأنها ستفتح شهية الباحث نحو مزيد من الدراسات والأوراق العلمية التي
تدرس فعالية مثل هذه الأدوات ودلالاتها في الخطاب النبوي القطعي. نشكر لكم حسن استماعكم ونتمنى لكم التوفيق.